طبعاً نتيجة لظروف الحرب أنا عانيت منها، يعني مريت في ظروف مادية كانت صعبة، وفتحت المحل له معي حوالي سنتين. طبعاً فكرة المشروع هذه قلت لي لأنه أساساً ما فيش مشاريع مشابهة لها في المنطقة، فمن هنا قلت أكيد يعني بيكون مشروع ناجح. السلام عليكم. طبعاً قررت أن نفتح المشروع هذا لأنه يعني حمل العائلة علينا كبير، يعني عندي 4 أطفال وزوجي طبعاً يشتغل بس راتبه ضعيف، يعني قررت أن احنا لازم نحسن الدخل ونحسن الوضع الاقتصادي. وطبعاً أنا رحت أخذت قرض عشان أفتح هذا المحل، وكمان كثير من النساء الذي حوالينا هنا في المحل كانوا يجوا ويشكروني على المحل ويحيوني على اني يعني على هذه الفكره، ويقولوا لي استمري ومهما يعني واجهتك مشاكل لا تفكريش انك تقفلي المشروع، استمري فيه وان شاء الله تنجحي. اشتي اعمل مطبخ صغير اكون اني بدل ما اشتري الحاجات جاهزه اعملها اني لنفسي، واشتي كمان افتح بوفيه صغير لاني اجيب ايس كريم ومشروبات بارده، فالناس تحب ان ايش تجلس وتشرب وكذا، فاشتي افكر انني اعمل بوفيه صغيره ان شاء الله مستقبلا. طبعا اني فرحانه جدا في هذا المشروع، يعتبر مشروع عمري. الله يخليك.